يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. أزور سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام زيارة نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، وإصالة عن نفسي وبالنيابة عن شيعة أمير المؤمنين زيارة قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على رسول الله أمين الله، على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله، ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره، فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والغة، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة. وعبرة من بكى من خوفك مرحومة. والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز
سائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناغل الظماء مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل بل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتقى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهدين السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك سلام عليك وعلى الأمة من ذريتك وبنيك أشهد لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وجعلك وأباك وجدك وأخاك وبنيك عبرة لأولي الألباب يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب وجهت سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك ما خاب من تمسك بك ولجأ إليك صلى الله عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك أم المصائب زينب السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى ورحمة الله وبركاته أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. على محبة سيدي ومولاي أمير المؤمنين الثالثة بأعلى أصواتكم. أبا حسن من وراء الستار وجدناك أنت المنى والمنار أبا حسن من وراء الستار وجدناك أنت المنى والمنار
وأنت حما من أراد الحما وقد فاز من بحماك استجار وأنت الذي قد حباه الإله بأسمى خصال وأسنى شعار وفي يوم أحد أشار العلي وما لسواك العلي أشار ألا لا فتى حق إلاك يا علي ألا لا فتى إلاك حقا يا علي ولا سيف إلاك يا ذا الفقار وأنت إذا قام يوم النشور قسيم لجنة خلد ونار قسيم لجنة خلد ونار اللهم صل على محمد وآل محمد هذه قلوب العاشقين تهتف وتنبض بحبك سيدي يا أمير المؤمنين راجين منك نظرة عند رب العالمين بك القلب هام إمام الوجود سلام سلام إمام الوجود بك القلب هام إمام الوجود سلام سلام إمام الوجود فهذا النداء بلحن الوفاء بلحن الوفاء إمام الوجود إمام الوجود عظيم وبيت الإله احتواك ومن يملك الفخر هذا سواك علي ومن ذا يداني علاك وفي الطور بان الهدى من سناك أمير الكلام إمام الوجود هدى للأنام إمام الوجود أمير الكلام إمام الوجود هدى للأنام إمام الوجود وصوت السماء بلحن الوفاء بلحن الوفاء إمام الوجود إمام الوجود إمام الوجود أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونار
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم بحق محمد وآل محمد احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان يا الله. اللهم بحق محمد وآل محمد شافي وعافي جميع المرضى على خص من أوصاني وأوصاكم بالدعاء يا الله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء الأبرار، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.